لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سلام على الإخوان في كل موضع سلاما يعم الكل في كل مجمع وإني أريد النصح لكل راجيا بلغ المنى والعز والفتح والوسع فأول نصح للذي حرر التقوى مصاحبة الأخيار في الجلب والدفع فهذا أساس الخير إن كنت عاقلا فأول عليه مأمورة للشرع وكل الذي قد نال علما وسؤددا فما ناله إلا بصحبة خاشعين وأعني به الشيخ الذي فاض نوره وجاء بأسرار وخير متابعين فإن شئت أنورا وفتح بصيرة فقلده تعظيما وعجعا منازع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ووضب على الذكر الملقان بالإذن ولا تغفلن في حالات الضيق والوسع وازن واردات الذكر بالشرع حاكيا لشيخك كل ما آتك وسارعيك فاسأل باختيار ثم كل إرادة هو المورد الأصفى فهل أنت سامعي وهكا مقامتي اليقين فبادرا بتوبة زهد ثم خفين بوازعين رجاء وشكر ثم صبر توكل كذاك الرضا والحب لكل جامعين وأسبابه الفكر الصافي في نعمة وحسن صفات ثم في النور اللامع وأعني به ذكى الرسول محمدا عليه صلاة أدى وترين مع الشفع وأليه والأصحاب ما كل عارفين دعا طريق الله في كل مجمعين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله